السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة صفاء ديكور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بأحسن حال. اللي أول مرة دخل عندي الصفحة إن شاء الله يتفاعل ويدير لايك ويبارطاجي باش يستافد كلشي. اليوم نكملوا تتمة ديال الدرس اللي كان إن شاء الله. اليوم غنديروا هاد التطبيق هذا اللي كنت ديجا وريت لكم في صالون مونجي. نطبقها لكم في ورقة. الآن غنمروا للتطبيق. هاد السواقة هذه اللي قلت لكم عليها راه ديجا وريتها لكم، هي هادي. غنحاول نوريها لكم واضحة مزيان. هي هادي، هادي كتكون في لاطابل. كنتمنى تكون واضحة عندكم. هي هادي، غنحاول نوريها لكم اليوم. المهم انا غنجيب ورقه، نتوما كما قلت لكم كما عودتكم تحاولوا ديروها في ورق مقوى باش تجيكم صحيحه ومزيانه. هتشدوا ورقه حطوها هكذا باش يجيكم شكل مرتع. نحاول نحاولوا نحيدوا الفائض باش يجينا الشكل مرتع. الشكل يعني يكون هذا القياس قد هذا القياس باش يكون مرتب. نجيو المره نطويوها على جوج، نجي نطويوها على اربعه. هاد العمليه راه كنا كنديروها ملي كنا كنقراو في المدرسه التماثل، كنا كنديروا هاد العمليه في المدرسه. نزيدو عاوتاني نطويوها مره اخرى ونحاولوا هانتي الجهه اللي مفتوحه ما غنقيسوهاش، غنجيو هنا اللي مسدوده. رسموا اي شكل كيما بغيتوا. انا ديجا المهم انا وريتكم بحال هكا، انا ديجا صايباها ها هي. غديروا الشكل الاخر، نحاول نوريه لكم كنظن تكون واضحه. ديروا اي شكل دائري هكا نيشان اللي بغيتوا. رسموا هكذا، نجي من هنا مثلا نقدر نديرو هاد الشكل هذا. كنحاول نعلي راسي باش يبان باش يبان ليكم. هنا نقدر نديرو شكل دائري مثلا، اي شكل بغيتو ماشي ضروري يكون دائري. المهم انا مصايبها في هادي هي. هادو اللي رسمتهم هنا هما اللي نفرغهم ايدهم. نجيو الشكل عاوتاني التاني وندور على داك الرسم اللي رسمناه، نحيدوه هكذا. كذلك هذا كنحصلوا على هذا الشكل. انا ديجا درت هذا الشكل هذا هو وطراسيتو من الخلف ديال الجلد. هو طراسيتو ماشي ضروري يخرج لكم نفس الشكل، تقدر ديروا اي شكل بغيتو نتوما على حسب التقطع كي قطعته. انا هانت كيف وريتكم هذا طراسيتو، انا هنا طراسيتو بالستيلو ونحاول نفرغ هذا الفراغ. نفرغ هاد الرسم اللي رسمته، نحاول نفرغهم بالمقص. Thank you.
هانتو كيما من بعد ما فرغت هاد الشكل هذا كيما قلت لكم حصلت على هاد الشكل هذا. هانتي كنا كطرات راسنا من هنا فرغته حصلنا على هاد الشكل. الان غنمروا لهاد الشكل هذا اللي كيكونوا في الحاشيه ديال الطابو. شوف واش تكون باينه لكم. فوالا هاد الشكل هذا كيكون في الحاشيه ديال لاناب. نوريها لكم. غنشدو نيت عاوتاني ورقه مقوى غنطويوها على جوج ومنا مصايبها لكم. ها هي نوريها لكم. هي طويها على جوج من بعد طويها على اربعه ونزيدو نطويوها كل ما بغيتو. بغيتو نزيدو كتر ماما تجينا صعيبه في تبارك عينها. هكذا غنرسمو اي شكل بغينا اي شكل. فهمتي الشكل من هنا والشكل من هنا اللي بغيتو. مثلا غندير هكذا نشوف واش كيبان لكم. اي شكل نديرو في وهنا العكس هنا البلاصه اللي محلوله شتيها. وغنجي العكس الاتجاه الاخر ندير اي شكل. مثلا نديرو هكا. بغيتي نديرو شكل اخر هنا دائري نكملوها ومن بعد نقطعو. ندورو على داك الرسم اللي رسمناه حيدوهم الاتجاه الاخر اللي درت. كنتمنى تكون الرؤية واضحة. من بعد نحلوها نحصلوا على هذا الشكل ورقه كامله. هانتي نحصلوا على الشكل هادو. كذلك غنطراسيوهم من الخلف. دائما كنطراسيو من الخلف كما العاده هكذا ونرسموهم. طراسيو عليهم هنا عندكم الاختيار. غناخذو يا اما تخليوه سامبل وتمشيو تسنوه نيشان بحال هذا الشكل هذا مسنن بحال هذا الشكل هذا مسنن ها هو لي سامبل. او تمشيو على حسب الرشمه اللي كاينه او ديروا شكل دائري. المهم عندكم الاختيار. المهم نحاول ندير لي شكل دائري. باش كيجي هكا مسنن شتو زيكزاك هنا. المهم هنا راه غنفرغوا الفراغات بحال هادو باش نحصلوا على هاد الشكل. غنتبعوا لهاد شتو غندير نفس الطريقه اللي درنا لهادي. فرغوا المقص صغير رقيق باش نحصلوا على هاد الشكل هكا. غنبقاو غاديين هكا وندوروا على لاناب كامل. هما طراسيناه من الخلف وفرغناه وحصلنا على هذا الشكل هذا. المهم نتوما طراسيو على حسب الشكل اللي خرج لكم. كل مره يخرج لكم شكل اخر على حسب اللي قطعتو ولا رسمتو. انا رسمت الشكل اللي كان خرج ليا هذا الشكل اللي وريتكم دابا. اليوم من بعد دابا غنوريكم هاد الطبيليه اللي كتكون في القرعه. المهم رسموها في
في الورق في الورق طابليه، كتعرف كيفاش ترسموا الطابليه ديال الكبيره بحال الصغيره، وتقطعوها. انا ديجا رسمها هنا في الخف ديال الجلد، ونحاول نوريها لكم. انا غنشنفها كلها بهذا المقص المسلل. رسمتو مر في الخلف ديال الجلد، غنفرغ كتخشاد العنق، كتخشاد العنق ديال القرعة مزيان. بغيتو تفرغو بالمقص الصغير، أحسن يكون صغير باش كيدخل لكم مزيان وما يقدرش يدير لكم لافوط. بغيتو ديرو بهاد المقص المسلل عندكم اختيار الطريقة. نحط لكم فوق هذا المغلق باش يبان لكم. شتو هنا ديك الساعه كتجيبوا اي خيط سينتا بيي، تلصقوه هنا في الجوانب بحال هذا الشكل هذا. الان غنمروا للجيب ديال الطبليه. جيب ديال الطبليه نحتاجوا لون مغاير، دائما كناخذوا لون مغلق. هما ديجا كاينين عندي هنا، ناخذ الطرف الصغير نحاول نديرو مربع هذا كنفصلو. اللي كتعرف تفصلو غتجي هاديك شي ساهل. هنا راه كيما قلت لكم، اما تلصقوا بلاكور يا اما دوزوا عليه بالخياطه. هنا غنجيو عاوتاني هاد القليب، هذا القليبات راه ديجا وريتكم كيفاش. المهم غنوريكم طريقه اخرى، غنقلبوا تو هكذا، نرسموا القلب من داخل او ديروا بالطريقه هذه هكا، ونحاولوا ديروا دائره ونرجعوا نكملوا هكا، كيخرج لنا هاد القليب هذا. او ترسموه تراسيوه من الخلف وتلصقوا، كيجي بحال هكا. بغيتي ديروا اللون مغاير فوقه، كاين جوج اختيارات، احسن يكون هذا هكا. ديروا خر صغير في لون اخر في لون هذا باش يجي زوين. وجي هكا باش يبان ديكم. وكنحصلوا على هاد الطبيليه هكا، كنجيو هنا نديروا ليها بي سينتا او اللي كان في الخيط الدار هي موجود، كنحصلوا على هذه. هذا ديجا كان عندي مصايب ديجا عندي في المطبخ ديالي، او حاولت درت لكم هي مصغر. هذا راه نفس الطريقه اللي غديروها هنا، غديروها في الطابليه الكبيره ديال ديالكم، يعني اللي غديروها نتوما. وهكذا وباقي واحد الديكور اخر بقاكم اخير ان شاء الله هو اللي يكون. بالنسبه كيلا مثلا ندير هاد القضيه هذه الطابليه قليب هنا، بالنسبه مثلا طابليه اخرى كبيره الا تلبسوها نتوما نقدر ندير لكم شكل اخر. كنجيو كنرسموا هنا من الخلف ملعقه وشوكه، وتراسيوها كما قلت لكم ترسموها في ورق او في مقوى، وتراسيوها من الخلف ديال الجلد، وتقطعوها بالمقص المسنن بهذه الطريقه هذه. صافي كتبعوا على لي طراس اللي رسمنا.
هكا كتجي ملعقه هكا سمحوا لي. كي كيديرها هكذا والشوكه الشوكه عندنا فراغات صغار شويه نحاول نديرها بالمقص صغير صافي. كنبقاو غادي مكملين هكا حتى كنحصلوا على الشوكه. وكتراسيوها حتى هي اما تلصقها كما قلت لكم بالالكول حتى هي اما تقدروا ديروها هذه في الطابليه تقدروا ديروها في الريدو تقدروا ديروها في الغطاء ديال الفران يعني عندكم اختيار نتوما وابداع ديالكم. انا وريتكم الطريقه وانتوما حاولوا تبدعوا. كاينه الطريقه هذه كما قلت لك كاينه هذه. انا غنمروا عاوتاني خدمه اخرى الرسم انا دابا المهم انا ما الرسمو نتوما رسمو كما كنقولوا تيبا او خبز بهذا الشكل هذا. انا نحاول نرسمو شكل دائري ونحاول ندير ليهم بهذه الطريقه هذه. يمكنكم تستعملوا بالرسوم اللي كتكون في الانترنت ديروا فوتوكوبي تراسيو عليها من الخلف تاخذوها دائما كنقول ورقه وورقه مقوية يعني باش تبقى لكم دائما هذه تخدموا عليها باش ما تخطاش لكم وتجيكم سهله. نحاول ندير لكم غير هكا بالرجاله باش ما يجيكمش الفيديو طويل بالطريقه. وكنفرغوا هذاك وهذه كنشدوها وكنتراسيوها حتى هي من الخلف فوق الجلد. دائما كنقول لكم تراسيو من الخلف باش ما تلقاوش الاغلاط من الخلف. تراسيوها بحال هكذا ستيلو تراسيوها وتقطعوها. انا نوريكم التقطاع. المهم انا راه ديجا فيتها كنخدمها ما تراسيش وانتم اللي ما كيعرفش يرسم راه ضروري يتراسي. بغيتو ديروها كما قلت لكم بالمقاس المسن تدوروا عليها بغيتو ديروها عاديه ديروها عاديه وكون اختيار يا يعني من الاحسن تكون بالمقاس المسن كتجي الديكور ديالها زوين. انتم غندير لكم فوق هذه باش تبان لكم وهذه دائما تكون دائريه الشكل يكون دائري كتجي بحال هكذا. عندكم هذه وهذو والديكورات ديال المطبخ كامل راه بامكانكم ترسموهم وتعاودوا ديروهم فوق الجلد من الخلف كما كنقولوا دائما. ودابا الان وصلنا للنهايه ديال الفيديو كنتمنى يكون عجبكم هذا الدرس واستفدتوا منه وما تبخلوش عليا باللايك. والى اللقاء الى فيديو ان شاء الله عندي لكم مفاجاه الفيديو اللي مور هذا ان شاء الله. باي باي.